مساء الخير. في عناوين نشرة الليلة: كرة المونديال في ملعب المشاهد اللبناني لكن لا شاشة له ليشاهدها. كرة داعش في ملعب الأمريكيين والنظام العراقي الذي يشهد جيشه تقهقرا لافتا. وكرة الامتحانات انطلقت لكن التصحيح في مأزق. نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع يزبك وهبي وريمي درباس. مساء الخير. إنها مسألة كرة، سواء كانت رياضية أو أمنية أو سياسية أو كرة ثلج. كرة المونديال في ملعب اللبنانيين لكنها ليست على شاشات معظمهم، والسبب يبدأ رياضيا على علاقة بالحصرية لينتهي سياسيا على علاقة بالجهات التي تملك حقوق البث. وبين أصحاب الكابلات ومالكي الحق الحصري يبدو المشاهد اللبناني عالقا، لا يعرف كيف يتابع المباريات التي ينتظرها مرة كل 4 سنوات. اليوم الثاني على بدء المونديال لم يكن أفضل من اليوم الأول. الدولة تتفرج، مالكو الحق الحصري متمسكون بحقوقهم، أصحاب الكابلات يحاولون تدوير الزوايا، والمشاهد يفتش عن شاشة. كرة التطورات في الملعب العراقي هي في ملعب المواطن هناك العالق بين التقدم السريع لتنظيم داعش والانهيار المريع لوحدات الجيش العراقي. هذه الكرة خلطت الأوراق في المنطقة، ولا سيما في سوريا والعراق وربما إيران وتركيا، خصوصا بعدما طرح تنظيم داعش نفسه كرقم صعب جدا في المعادلة الإقليمية. أما كرة السلسلة والامتحانات فتبدو عالقة في ساحة النجم في ظل إصرار هيئة التنسيق على مطالبها كاملة، وفي ظل التخوف من عدم إقرارها في المجلس النيابي. وهكذا يبدو الطلاب عالقين بين إجراء الامتحانات من دون تصحيح مسابقاتهم. وفي محاولة لفتح قوة في جدار أزمة السلسلة، عقد اليوم اجتماع بين الرئيس نبيه بري ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ووزير المالية علي حسن خليل. كنعان أوضح للـ LBCI أن تحركه يهدف إلى إنضاج تصور مشترك في موضوع السلسلة، وهو لهذه الغاية سيجول على الكتل، وسيكون له اجتماع مع رئيسة لجنة التربية الاثنين المقبل تمهيدا لجلسة الخميس. في سياق آخر ولو من باب اجتماعي، كان لافتا الاتصال الهاتفي بين العماد ميشيل عون والدكتور سمير جعجع للتعزية بوفاة والد جعجع.